زعيم زي الفل، ربنا يحفظه ويديله الصحه حبيبي. كويس قوي والله زي الفل. الفن ما فيهوش وسايط. بلوجر، فلوجر، مغني، مهندس، ميكانيكي، اي شغلانه في الدنيا، لو هو عنده موهبه واجتهد وكان كويس والناس قالت عليه كويس خلاص شغلك قليل، احسن ما يقولوا لي الحاجات اللي فاتت ما كانتش كويس. كواليس حلوه، انت قصيره قوي، انا مضطر اقعد ابص لك كده، انا لازم افضحك معلش. اوحش الشخصيات اللي ممكن تقابليها في حياتك. فنان عمر متولي منورنا في وان تيك، مبروك بنسيون دلال. في البدايه كده اللوك بقى الغريب ده كلمنا عنه، وانت كنت صاحب الفكره ولا دي هي اصلا شخصيتك؟ لا لا، ده اقتراح شادي الرملي المخرج، وانا عجبتني من اول لحظه ورحت عاملها، وربنا يستر بقى يعجب الناس. كلمنا كده شويه عن الشخصيه في الفيلم. عن سيد بستردو ده شخصيه عظيمه ومن اوحش الشخصيات اللي ممكن تقابليها في حياتك. اه والله ربنا يعني ما يوريكي. وبورسعيدي، وهو فيلم دمه خفيف، فيلم لايت، يا رب بس يضحك الناس، وهو فيلم خفيف على القلب ان شاء الله يعني يعجب. الكواليس كانت عامله ازاي؟ مجموعه كبيره من النجوم والشباب، كلمنا شويه. كواليس حلوه، انت قصيره قوي، انا مضطر اقعد ابص لك كده، انا لازم افضحك معلش. كواليس كانت حلوه قوي يعني، انا وشادي الرملي رفيق الرحله يعني، وكنا دايما نقول بعد الفيلم ده احنا ربنا رزقنا بكرو وكاست تحفه، ممثلين انت لسه شايفه دلوقتي، ميشو، امجد الحجار، محمود حافظ، طاهر ابو ليلى، حبيبي اخويا الكبير برضو خالد سرحان، الناس اللي في الفيلم ده من ألذ الشخصيات على المستوى الانساني، غير ان هم ممثلين شاطرين. فانا لا، انا انبسطت قوي الحكايه دي يعني، كانت الحمد لله الحمد لله. نجوم كتير شباب بتحاول ان هي تدخل الفن وبتحاول ان هي تبدا وتدرس، وشفنا مؤخرا فكره دخول البلوجر لعالم الفن، والنقابه كمان بقت تحارب الموضوع ده. عمر انت بقى شايف الموضوع ازاي، ومع فكره النقابه ان هي فعلا ممنوع دخول البلوجر ولا لا لو حد عنده موهبه يدرس؟ بص بقى هقول لك حاجه، الفن ما فيهوش وسايط. انت بتكلمي واحد اهله فنانين، يعني انا اكتر واحد عارف قد ايه الحكايه دي ما فيهاش وسايط. فبلوجر، فلوجر، مغني، مهندس، ميكانيكي، اي شغلانه في الدنيا، لو هو عنده موهبه واجتهد وكان كويس والناس قالت عليه كويس خلاص. فانا مش فارقه بقى الممثل او الموهوب اللي جاي ده جاي لي منين، يعني ايه اصل هو بلوجر، يعني يعمل ايه يعني يعمل ايه مثلا، اخليه ما يشتغلش غير على اليوتيوب يعني ليه؟ لا انا ضد كده بالعكس، وبيطلع منهم ناس دمها زي الشربات. عمر ليه خطواتك بطيئه كده؟ وتقريبا ده الفيلم بقالك سنة تقريبا ما شاركتش في أفلام سينما، ليه في السينما كده بنشوف دايما خطوات؟ والله مش عارف، بحاول أعمل شغل كويس، ما يعني والظروف في الشغلانة عندنا عشان أعمل فيلم كويس بتاخد وقت ومجهود وتعب، وعشان توصل للمنتج التمام المتحمس والمخرج اللي أنت فاهمه والممثلين الزملاء الكويسين، شغلانة صعبة يعني، بس في الآخر كل حاجه بوقتها. ما اعرفش انا الحكايه دي بتضايقني، المهم الحاجه تبقى كويسه يعني، المهم الناس تقول لي شغلك قليل، احسن ما يقولوا لي الحاجات اللي فاتت ما كانتش كويس. بس هنشوفك في رمضان ان شاء الله في ليك لوك جنان السنه دي. لا لا، السنه دي جنان، ومحمود سعد وبيومي فؤاد، وهجننكوا خالص السنه دي. لا لا، احلى سيزون ليك لوك السنه دي هيبقى السنه دي في رمضان ان شاء الله. اخر سؤال، طمنا على الزعيم. زعيم زي الفل، ربنا يحفظه ويديله الصحه حبيبي. كويس قوي والله زي الفل.